بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي واحنا شغالين على الدينامو ممكن يكون انا محتاج جزء معين، مش محتاج ان انا اطبق الحاجة دي على كل الابواب او كل السلالم اللي عندي. فخلينا نعمل الموضوع دوت، نشوف ازاي ابدأ اختار جزء معين. هقول له مثلا انا عايز كاتيجوري معينة، تمام، واقول له all element of category، يبقى انا كده خدت كل العناصر الموجودة في الكاتيجوري. هقول له الكاتيجوري دي مثلا وليكن البايب، عشان بتوع الكهروميكانيكا اللي بيزعلوا بيقولوا مفيش أمثلة، فهندي مثال من عندهم. البايب قول element of category. طيب يبقى أنا كده عملت select على كل البايب. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ خلينا نشوف القيمة اللي طلعت. watch تمام، هقول له هنا خليها automatic، هيجيب لي القيمة كلها. دول كام واحدة؟ 491 بايب. خلينا هنا. طيب عايز ابدا دلوقتي اعمل فلتر بالبارامتر معين، فهقول له جيت طيب بارامتر. هقول له خد كل العناصر اللي موجوده هنا. البارامتر نيم عايز اكتب اسم البارامتر، فهقول له سترينج نص، وهقول له انا عايز السيلكت ببارامتر معين، فهدخل هنا ادي تايب. في عندي طيب اسمه موديل، ده اللي انا هشتغل عليه موديل. يبقى انا كده هختار المكان كله، البايب كله اللي شغال بموديل معين. طيب عايز ابدا اعمل فلتره بالموديل، فهختار علامه يساوي مرتين، واقول له خد القيمه بتاعه الموديل ديت، ودور لي على قيمه معينه اللي هي كام، اللي هي مثلا 3 4 4. تعال نشوف ايه القيم اللي موجودة. فعشان نشوف القيم اللي موجودة هستخدم واتش. تعال نروح لواتش. واقول له دي ودي. هنا كل العناصر، في عندي تايب 2222، وفي تايب تاني اللي هو 344، وفي اكيد تايب تالت. طيب هنا بيحصل ايه؟ بيشوف القيمة دي، بيعدي على ماسورة ماسورة، شوف القيمة دي ترو ولا فولس. فولس 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 فولس، لم ينجح احد. اهي في شوية ترو موجودين. طيب انا عايز اعمل فلتر واخد الترو ده بس، تمام. فعشان اعمل فلتر هستخدم ماسك، نجيب بقى زبادي وخضار ونعمل ماسك، فلتر باي بول ماسك. طيب انا عايز اديله ده، هو عايز مني ايه؟ عايز مني ليست وماسك. الليست اهوت اللي احنا لسه عاملينه، والماسك اهو. طيب يبقى انا عايز منه ايه؟ ال الحاجه اللي قيمتها 344 هتطلع في ليست لوحديها، والحاجه اللي قيمتها غير كده تطلع في ليست لوحديها. فهقول له الان الحاجه اللي جت معاك، فدي الحاجات هم 64 واحده اللي قيمتهم بتساوي 344، وعندي ليست كمان فيها بقية القيم. لما تجمع 427 على 64 هيطلع لك رقم، اكيد يعني هيطلع 491، تمام. فهي دي فكرة ان احنا كده فلترنا. يبقى انا كده اقدر اشتغل على دول لوحديهم، اقول له مثلا ديليت دول، او اقول له دول اللي عمل لهم دوبليكيت او. فدي هتفيدني قوي. يعني احنا كده فهمنا موضوع جيت تايب بارامتر ويساوي وليست فلتر باي موديل ماسك. الحاجات دي نقدر نستخدمها بعد كده ونطور، وأدوات مساعدة إن شاء الله. شكرا جزيلا.